خلال يعني الحملة السابقة يعني كنا توصلنا إلى مساحة تقدر بأكثر من 56 ألف هكتار تم حرثها وزرعها. هذا السنة إن شاء الله نطمح أن نزيد في المساحة، خاصة مع وجود الكهرباء الفلاحية اللي دعمت بها يعني الولاية ببرنامج كبير، وأيضا توفر موارد الماء عن طريق تسهيل اقتناء رخص حفر الآبار. هنا راح نطمح إن شاء الله تكون مساحات مسقية يعني إضافية للولاية، ولما لا نتوصل إلى مساحة 60 إلى 65 ألف هكتار إن شاء الله من مساحة محاصيل الحبوب. هذه الفترة اللي هي فترة الحرث والبذر، السيد مدير الفلاحة مع كل يعني الطاقم وكل الإطارات المكلفة بمتابعة عملية البذر والحرث راهم أعطيت لهم كل التعليمات اللازمة باش ما يكون هناك أي نقص، باش ما نقبلش يعني تفوت الفترة يعني المحددة، الفترة اللي فيها العرض البذر، ويكون فلاح بحاجة إلى 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 هذه البذور اللي راهي إن شاء الله تكون يعني انطلاقة يعني جيدة.